يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر بي رجل يريد أن يبيع جوالا مستعمل بسعر قليل مغر، وشككت في الرجل أنه قد يكون سارقا له، وذلك لوجود بعض القرائن عليه مثل عدم وجود الشاحن وكرتون الجوال، فهل يجوز لي أن أشتري هذا؟ لا، ما دام أنك عندك علامات على أنه ما لا يملك هذا الجوال فلا تشتريه منه. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه.